أهلا بكم مجددا. اختار مجلس الأمن الدولي بالإجماع مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب التي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر من العام 2001، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير من العام المقبل. وتوجه إلى مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في العام 2013 إلى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي انتقادات كبيرة بسبب ملفها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب السيد عمرو عبد الهادي، وكيل مؤسسين حزب الضمير الديمقراطي من الدوحة. أهلا بك سيد عمرو معنا. بداية كيف تعلق على ترأس مصر لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن؟ طبعا يعني هو نوع من انواع الدعم السياسي لعبد الفتاح السيسي، رغم طبعا الاخفاقات الاقتصاديه والسياسيه التي يمر بها، واخرها اول امس يعني فشل تنظيم احدى البطولات العالميه لاعتذار كل الدول للمناخ الغير مستقر، الامني الغير مستقر الموجود في مصر. وعايز اقول لحضرتك ان النهارده كمان امريكا ابدت قلقها من النسبه المتدنيه لانتخابات مجلس النواب، فده تلقائي هم يعني عايزين عبد الفتاح السيسي يستمر، ولكن لا يريدون ان يعني يصبح مستقرا حتى يتم ابتزازه ويتم يعني انهاء الملفات انا بسميها الملفات الساخنه او الملفات السوداء اللي قاعد بسببها عبد الفتاح السيسي يعطيها للغرب قطعه فقطعه. فان استقر عبد الفتاح السيسي سيفعل كما فعل في 3 يوليو، ان ينقلب على شركائه، فهو بالتالي لا يريدون ان يرحل ولا يريدون له الاستقرار. فبهذه الطريقه دخل طبعا ده دعم سياسي ان هو يتولى، ان مصر تتولى في عصره هذه اللجنه، رغم فشله في محاربه داعش في سيناء، وفشله في ملف مطروح، وفشله في ملف ليبيا، وفشله في كل الملفات. يعني الارهاب كان على الحدود، أصبح داخل البلاد. يعني هنا التساؤل يعني فعليا عن طبيعة هذا الدعم السياسي الذي تتحدث عنه رغم هذه الانتقادات، سواء في مجال الحريات، سواء الحرب في سيناء التي لا تفرق بين مدنيين وبين مسلحين. يأتي التساؤل عن حصوله عن هذا الدعم الدولي وبالإجماع أيضا في مجلس الأمن. شو انا هقول لحضرتك حاجه، اللوبي اليهودي بيدعم مباشره عبد الفتاح السيسي دعم لا محدود. وعايز ارجع حضرتك لإحدى الصحف العبريه بالامس قالت ان يعني نتنياهو بيحرص على علاقات حميميه مع عبد الفتاح السيسي، يعني ودافئه مع عبد الفتاح السيسي مستمره بعيدا عن الاعلام. احنا عارفين الموقف الامريكي من اللحظه الاولى، يعني ما فيش حد مساند ل يعني الثوره المصريه، ولا مساند للاخوان المسلمين، ولا مساند للدكتور محمد مرسي. ولكن من اللحظه الاولى اللي ارتكب فيها عبد الفتاح السيسي المجازر، راى الحزبين الكبيرين في امريكا ان عبد الفتاح السيسي على المستقبل البعيد سيضر بموقف اسرائيل في المنطقه، واللوبي اليهودي والحزب الجمهوري يعني رؤيتهم متفقه على ان عبد الفتاح السيسي الان هو كنز استراتيجي يعطي يعني كنوز من ذهب لم يعطيها ولن يعطيها احد سوى عبد الفتاح السيسي، لان هذه الملفات هي ثمن بقائه في السلطه. فاذا هذا الدعم مستمر، وتعزيز وجوده وتعزيز استمراره ياتي بناء على هذه الملفات التي يمنحها عبد الفتاح السيسي، وطبعا بيمنح داخليا وخارجيا. داخليا على مستوى الجيش بيطلق يده في الحياه السياسيه، بيطلق الشرطه ويعني بكل اقسامها على الشعب وبيدعمهم، وعلى المستوى في هذه يعني نعم اعذرني على المقاطعة، يعني في هذه النقطة تحديدا قبل أن نخرج من الحديث فيها، يعني أن تقود مصر الآن لجنة مكافحة الإرهاب، أثر ذلك على الوضع الداخلي في مصر، على موضوع الحريات، على موضوع حقوق الإنسان في كافة مجالات الحريات التي هناك تضييق ومحاربة لها تحت مظلة الإرهاب، كيف سينعكس ذلك بعد تعزيز سلطات السيسي في هذا الإطار؟ طبعا هو الأثر الإيجابي بالنسبة للسيسي ان ده هيكون فيه دعم ايضا مادي ودعم يعني
سياسي ليه كبير، وتعزيز بقائه فترة كبيرة في يعني فترة أخرى في الحكم. إنما على الجانب الآخر أثره السلبي عليه إنه يعني الثوار الآن يعني إحنا مكتفين جزء كبير من الثورة المصرية على أساس إنه لا ينجرف نحو العنف، وإحنا شفنا الطوائف اللي بتتبنى العنف نفسها من اللحظة الأولى بتتنامى لدى عبد الفتاح السيسي. إذن أصبح بالنسبة له عنده ملفين، ملف الثورة المصرية التي نخشى كل يعني إن هي تتحول إلى ثورة عنيفة، وفي نفس الوقت داعش التي يعني تتنامى وتصل إلى قلب العاصمة المصرية وتعلن عن يعني وتعلن عن عمليات نوعية بالداخل. فإذا الأثر السلبي إن عبد الفتاح السيسي من فشل إلى فشل، لأن المشكلة المصرية هي مشكلة سياسية، ومشكلة سياسية لا يمكن حلها بطريق أمني. فعايز أقول لحضرتك إن هو هذا الدعم في النهاية سينقلب السحر على الساحر، وهذا الدعم سيزيد من دائرة العنف، وسيزيد من جذب الجماعات المسلحة إلى حتى الكتلة الصامدة في المنتصف التي ستكفر بكل تغيير سلمي وتذهب إلى داعش مهرولة، وبالتالي هم يزرعون الدكتاتور لدينا في الشرق ويزرعون بوادر الإرهاب، فنصدر الإرهاب إليهم تلقائيا، لأن ما يزرعون لا يزرعون الخير لدى الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك السيد عمرو عبد الهادي، وكيل مؤسسين حزب الضمير الديمقراطي من الدوحة، على هذه المشاركة. بذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث التي جاءتكم من قناة الحوار من لندن. ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.